اسمي محمد يوسف الشيباني، أنا رئيس وحدة الإنتاج الفني في قسم الكوميكس في دائرة الثقافة والسياحة. اليوم يبتدي وياي عادة في القراءة، أحب يوم أنش الصبح أجلس 10 دقائق بس في الشمس، أجلس أقرأ شوية أصحصح أستفيد من المعلومات اللي عندي، وبعدين أحب أروح المكتب. لما أوصل المكتب هناك يبتدي الشغل، عندنا تفاصيل الرسم، تفاصيل الصفحات، تفاصيل السيناريوز من أعداد كثيرة وكثيرة. تحب القصة تحرك الجهة الثانية. من غير شيء بعد عندنا اجتماعات ويا الفنانين، عندنا اجتماعات ويا الارت دايركتورز اللي هم شغلتهم كيف يتكلمون مع الفنان عشان يسحبون القصة ويحطونها في صور. أحلى شيء في شغلي يبي يوصلون الصفحات. الحين نحن جالسين تقريبا شهر شهرين مثلا 3 شهور نشوف السيناريو بس نشوفه ككلمات، وبعدين نعطيه حق الارت دايركتور، الارت دايركتور يشوفه يتكلم مع الفنان، وبعدين شوي 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 بالتسلسل توصل الصفحات. فيما تشوفين هالكلمات تبذ بالحياة على الصفحة عن طريق رسام فنان، يعني ما في مثله. هذا أحسن شيء في الشغل. نحن في قسم الكوميكس أهم شيء عندنا أن نعطي صوت حق الكتاب اللي عندنا هنا وصانعي المحتوى، لأن الناس عندنا في الإمارات نحن مجموعة كبيرة من مختلط الجنسيات، وأهم شيء فيهم أن كل واحد منهم عنده قصة، كل واحد منهم عنده يعني خبرة وتفاصيل حياة نحن ما لنا وجه لها. فأحسن شيء في شغلنا أن نحن نعطي فرصة حق كل حد في أبوظبي، وكل حد ممكن يكتب أو يزخ ورقة أو حتى يقرأ، أن يعطينا قصة، يعطينا عظة من حياته أو من خبرته عشان نستخدمها في القصص المصورة.